الله هلا وغلا هلا يلا حيهم يا مرحبا الله حيه الله حيه مرحبا هلا مرحبا يا مرحبا الحب يا مرحبا شلونكم امانه يا ثقيل يا روح يا الله حيك يا الحال الحب هذا ابو هلا هلا يا شلونكم يلا حيهم تعال واحد هنا يا شباب واحد هناك واحد هنا وين في ذا اي واحد هنا واحد هناك يلا حيهم طيب يطول عمرك الفقره والمكان الله يطول عمرك والمحل محلكم ما يحتاج الشرف لنا يا ابو تعال يا هلا يا هلا يا هلا نرحب بالمتسابقين اللي وقع عليهم الاختيار انهم يكونون معنا في فقره خذ العلم ومرحبا ومسهلا يا زياد بشري الله يبقيك ويطول عمرك زياد كيف شفت البرنامج 86 يوم او كيف شفت زياد في 86 يوم والله تجربه جميله شيء جميل سويته في حياتي واني تعرفت عليكم على اخوياي وقدمت اللي عندي والباقي بقدمه برا باذن الله وما زال عندك الكثير ترى باذن الله احنا انا وجهه نظري ما زلت اقول زياد بن شري قدم 40% في البرنامج الله يطول عمرك تقول زياد بن شري عنده شيء كثير اذا رغب زياد انه يطلع بشخصيه زياد الحقيقيه ونجوميته الحقيقيه خارج اسوار هذه القريه. طيب باخذ مع متعب بعدين ارجع لكم. راحت. مرحبا يا متعب. ارحب يا اخوي سلطان يا مرحبا بك. منور الفقره ومنور المكان يا نجم الجمهور. نورك الله يطول عمرك يا اخوي سلطان اول شيء صب عليك بالخير وعلى اخوي محمد مناحي. صباح النور. على ابو عنزي وعلى اخوي الناقد الكبير ابو حمود. الله يمسك ابو حمود حط الناقد الكبير قبلها. أيوة كلكم كلكم تستاهلون. من نفس السؤال. نفس السؤال. نفس السؤال. وين تشوف متعب او كيف شفت متعب 86 يوم؟ اللهم لك الحمد، انا ما دخلت مع باب ذاك طال عمرك الا انا بقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه ويرضي كيان قناه الواقع والجمهور، اللهم لك الحمد، اهم ما عندي طال عمرك اني اكسب محبه اخوياي ومحبه الجمهور، انا قدمت اللي عندي هنا الربع ولا ان شاء الله الانجازات الباقي برا البرنامج باذن الله. بإذن الله هو ما زال عندكم الكثير يا متعب أنت وزملائك بإذن الله متأملين فيكم الشيء الكبير أبو مناحي كيف تشوف زياد ومتعب خلنا نأخذ التقييم واحد أولا حكم الوقت مرحبا بهم في فقرتنا الأكثر جدلا الأكثر إمتاعا إبداعا والأكثر شوقا أو كذا إذا ما نبغى غلطان بصراحة زياد بن شري الازدياد و متعب ابن رقعان يعني من نجوم برنامج مراجل الجماهيريه الحضور الموهبه الثقه يعني ابهرنا زياد بن شري في اثناء التصفيات بكونها الفارس الخيال صانع المحتوى يعني زياد ما قدم اشوف انه ما قدم شيء في القريه كثر ما يقدم في محتوى في سنابه أنا من متابعين زياد بن شري متعب رقعان صاحب الإطلالة الخفيفة صاحب الابتسامة صاحب الروح الخفيفة صاحب الريالة العالي صاحب الجماهيرية اللي لا يشق لها غبار متعب بن رقعان خير ما مثلوا أهلهم لا زياد ولا متعب الله يطول عمرك خير ما مثلهم ذويهم خير ما مثلوا مناطقهم ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة لا نقول الختام بل نقول نظهركم إلى تصديركم إلى الجمهور وأنتم عادوا محتواكم وإن شاء الله بيقدمون ما يليق على رضاهم لكن ودي أسأل الشباب بارك الله فيهم هل ينافسون على لقب نجم الجمهور أو فارس النسخة أو الريالتي أو ما أدري عندك زياد بإذن الله احنا بننافس وما جينا هنا للنافس كل رجال له مبتغى وله نية بإذن الله احنا ننافس والله يوفقنا ويوفق اخويانا اللي مشاركين معنا يعني زياد بن شري يقول نعم انا انافس على نجم الجمهور طال عمرك متعب رقعان ألبيه ارحب يا ابو صباح الخير صباح النور يا مرحبا انت عارف يعني نهاية المطاف ما فيه دمج جماهير ولا فيه خلاص نجم نجم عرفت يعني وش يصرح متعب بن رقعان من خلال تواجده في فقره خذ صليت بنا على النبي اللهم صل وسلم انا طال عمرك صرحت في بدايه البرنامج ولا زلت عند تصريحي وبقولها اليوم وبكره ودوم متعب اهم ما عنده طال عمرك اني اكسب
اهم ما عندي اني طال عمرك اني اقدم المحتوى المفيد، هذا الشيء الثاني. الاول الشيء الثاني طال عمرك اني اطلع بجمهور حقيقي بين قوسين، فان شاء الله هم متعب رقعان طال عمرك انه اقدم المحتوى الطيب والمحتوى المفيد للشاشه والمتابعين، وباذن الله متعب رقعان منافس الى الان. الجواب دبلوماسي، المحتوى قدمته، الحضور موجود، الموهبة موجودة، ومناحي تدري أنت المنافسة تدري. هل متعب رقعان يقول أنا منافس على الجمهور؟ شوف كل التقدير والاحترام لأخواني المنافسين معي في برنامج مراجع، لا شك الأرقام هي اللي تثبت المتعب رقعان أنه هو النجم الجمهور الأول. الله استاهل ابو رقعان، الله واذا حصلتها فأنت تستاهل، تستاهل. طيب بس نجم تنافسون على نجم الجمهور ولا نجم الريالتي؟ نجم الجمهور طال عمرك. طيب نجم الريالتي يا جماعة، ما في نجم الريالتي، نجم الريالتي ما له طاري ذا. نجم الريالتي على ما قالوا ابن الزوج له طاري. ثاني شيء طال عمرك بناء على الثلاثة اللي طلعوا اليوم في بداية البث وتقاعس الشباب الباقيين، أنا أطالب من هذا المكان بإلغاء نجم الريالتي نهائيا من هذه المنافسة. لا أصلا ما له طاري ولا حد طالب فيه. أنا أطالب بإلغاء نجم الريالتي أو إلغاء على الأقل الآلية. أيوه كله هو آليته. خل انت ليش يا اخوي سلطان تسالتوا انا ليش ما نافسنا احنا على نجم الريالتي؟ كل التقدير والاحترام لاخواني كلهم قدموا اللي عندهم، لكن انا متعب اشوف نجم الريالتي عبد الله سعيد. عشان انت تشوفه لانه يستحق ولا لانه خويك؟ اذا تبغاها كذا ولا كذا، عبد الله سعيد هو اللي يستاهل. انا كلهم حتى 24 ساعه زياد. طيب يقول بعد انا معك متعب، كلهم سمتوا الراي ابو رقع عبد الله على كيف انكم خوي انت على كيف. خلهم يا ابو مناحي، خلهم يعني يعطون اللي يبون عادي، يروحون اوديهم لشارع احمد بن حنبل في محل حق دروع يفصلوا له درع، يعطونه نجم الرياليتي، يعطونه اللي يبونه. لن يكون هناك نجم رياليتي نهائيا بسبب انتوا قلتوا اذا طلبت في سبب، السبب ان اليوم ما في البث الا ثلاثه. طيب. عبد الله سعيد لم يكن منهم. طيب. كيف عبد الله سعيد نعطيه اياه؟ ابو حمود دقيقه عن اذنك، انا لذلك يعني اعتذر واطالب من هذا المنبر. يعني ما شفت الا الساعه هذه انا والله اتكلم من واحد مراجل. طيب هذا الصدق، يعني ناخذ الموضوع من جهه اخرى، لو وقدر الله ما شاء فعل صار في نجم رياليتي ولا احد الغاه مثلا ولم يلغى، صراحه عبد الله سعيد يستاهل يا جماعه. اذا لم يلغى اي والله يستاهل، يستاهل هذا اذا. يا اخي ترى عبد الله سعيد وين؟ ترى معلومه لكم، ترى عبد الله سعيد كان يشتغل من مراجل 42. وين اليوم؟ هذا هو من مراجل 42، يعني لو هم مراجل 10 ايش بيسوي؟ لو هو مشتغل سلطان. لو بدال التيوس الحمر ولحم السمبوسه والحاجات ذي وين اليوم؟ بدا المسابقه او بدا المنافسه بتيوس حمر وجاء في الوقت. اي وقت؟ اي وقت؟ اي وقت؟ من 1 الى 30. لا اليوم يوم تقول ما هو على البث، بدايه البث الساعه 4 ما هو موجود. ممكن يتغدى. تغدى الساعة 4. والله الصراحة يعني أنا ما حكمت عليه إلا الوقت هذا بس. صراحة يعني حق المطالبة. لو مثل ما قال أبو فرح يبقى نجم الريالتي موجود أو المنافسة عليه في النهائي، من الأسامي المنافسة الخطيرة والمرشح والمخول لهذا اللقب لا منازع، عبد الله سعيد العلياني هو من استاهل. يعني يستحق هذا اللقب، ولكن ليس اسقاطا على او سفه لزملائه، ولكن عبد الله العلياني هو رقم واحد. استاهل بس. طيب ابو عنزي تشوف كلام الشباب صحيح؟ انا قبل كلام الشباب ارحب في ضيوفنا زياد بن قلت الان مرحبت به ان شاء الله. ما جاني المحور، ما جاني كلا يا جماعه والله صراحه تو ما جاني المحور تو تكلم والله لا هو هو بس قلت هو انا اسف بيوني مقدمه. تدري ايش قلت؟ لا والله انا اسف اخلي ابو مناحي تكفى. وش يقول؟ يعني انت تو يجينا المحور تعاطيته خلاص ابدا ما في بس عادي. والله ما قلت الا عبد الله اللي يتغدى بس. تكفى يا متى تكفى يا مرحبا يا ابو خالد. الله يبقيك يا مرحبا والله وسهلا. نرحب بزياد بن شري ونرحب كذلك بالنجم متعب بن رقعان. الله يبقيك شرفتوا ونورتوا اليوم. زياد بن شري يعني فارض وجوده في القناة، هو أنا من الناس اللي أشوف فيه الكاريزما اللي بتبدع حتى بعد البرنامج. زياد بن شري ما كان يعني إضافة فقط للبرنامج، إضافة للكيان بشكل كامل. زياد يشوف أنه كسب زملاء وكسبنا وكسب القناة، يعني هذه يعني من قناعته من وجهة نظره من طيب راسه. أنا أقول حنا اللي كسبنا زياد بن شري. الله يطول عمرك. طيب راس وطيب مبدأ وطيب حضور، وقدم الشيء اللي يجمله ويجمل الناس اللي وراه. متعب بن رقعان النجم الحقيقي
فعلا يستحق هذا اللقب اللي هو ذكره. نجم بحضوره بتألقه بكاريزماه فعلا يعني حضور بكاريزما النجم يعني ولا زوده يعني على اخوياه، لكن كل شخص يعني له حضور مختلف، وزي ما ذكرنا قبل يعني في فروقات فرديه لابد يعني ان نراعيها ونؤمن بها، وفي كاريزما النجم اللي فعلا ظهوره على الشاشه يعتبر نجوميه بحد ذاته. متعب بالرقعان يعني ان جيته في حضوره على الشاشه، ان جيته في اخلاقه، في ادبه، في تالقه، في تعامله مع زملائه، في تعامله مع النقاد، في تعامله مع الاداره. متعب بالرقعان يعني كمل النجوميه كلها. يعني وهو باقي ما طلع، يعني بعد ما يطلع وش بيسوي متعب بالرقعان؟ وش النجوميه اللي يعني بتطغى بعد خروج متعب بالرقعان؟ بيض الله وجههم جميعا زياد وكذلك متعب، وشرفونا بحضورهم اليوم، وحنا سعيدين جدا بتواجدهم الليله معنا. احنا سعد الله يسعدك ابو عنزي، وبيض الله وجهك على الكلام الطيب اللي قلته. وجهك كبير. تستاهل والله ابو رقعان، تستاهل طيبنا ودهشنا. ابو حمود، اول شيء على ما قال اخوي ابو مناحي واخوي ابو عنزي، ما زيد على كلامهم ترحيب، وصلهم الترحيب اللي يستاهلون. الامر الثاني طال عمرك زياده بن شري، خلونا نكون معه يعني اكثر شفافيه. من بدايه البرنامج الى نهايته كان تواجده على رتم واحد، الا انه في اسبوع او اسبوعين اختفى، وانا تاكدت ان الاختفاء هذا كان ما هو الا اعداد انه يعني يتواجد، وعز الله انه تواجد. يعني ما اذكر عليه من الاخطاء الا هروبه اللي حاول ينكر فيه، يعني اذا هو ناسي انا ماني ناسي. يعني انا اقول يعني يا زياد يعني ما تخطيت يا ابو حمود. والله اني حاولت اتخطى، يعني انا احاول اني اشرب قهوه ليل ونهار لعلني اتخطى ان شاء الله. فانت يا زياد بن شري، شوف القبول من الله سبحانه وتعالى، وانت قابلك الله وقابلك خلقه. الدليل ان اخوياك كلهم ما شاء الله تبارك الله المنافسين لك اتفقوا على محبتك. انت من الاشخاص في هذه المنافسه اللي ما تحيس لاي فريق او لاي جروب، انت كنت مرن مع الجميع، كنت تساعد هذا وتتعامل مع هذا وتتماشى مع هذا، مثلت وقدمت وقمت الفقرات الحركيه اللي هي هويه البرنامج، تقديم جميل. الله يوفقك يا زياد، انت الازدياد وزياد صحيح، ما هي كلها الا مصب لمتسابق ناجح دخل وحاول ان يثبت وثبت الى السجل النهائي. الله يوفقك ويسر امرك، وعسى الله ان شاء الله يوصلك ويوصل السامعين لمكان ترضاه ونرضاه. اللهم امين. بما يخص متعب الرقعان، انا اشكر اول شيء متعب الرقعان على يعني على طلبه لجمهور الصواعق، ويعني واندماجهم للمتعبين، يعني ساعدوه بيض الله وجيههم للوصول يعني الى هذه المحبه. يعني المتعبين بيض الله وجيههم كانوا يعني والله يتعبون، لكن ما بانت مفعولهم الا باتحاد الصواعق معهم. متعب برقعان يعني ما شاء الله تبارك الله دخل مع ثلاثة أشخاص اللي هم فؤاد وعبد الله عبد الرحمن وهو الثالث، وانتهت الحكاية حقت برنامج مراجل بثلاثة أشخاص كذلك اللي هم فؤاد اللي هم من الأولين، وهو وغيروا عبد الله عبد الرحمن لأنه كانوا يشوفون عبد الله عبد الرحمن ما أدى معهم بالشكل المطلوب، فبدلوه عبد الله سعيد اللي يطالبون الآن أنه يأخذ نجم الرياليتي اللي لن يأخذ نجم الرياليتي. متعب برقعان يعني شخصية متفردة واضحة، ان متعب لن الكلام قادم الايام، توجهه واضح، راح يواجه بعض الصعوبات والعوائق الا انها ان شاء الله ما راح تزيد الا حماس، واتمنى اني اشوفه في مكان يرضاه ويرضى محبينه. الله يطول باذن الله. باذن الله نتمنى لهم جميعا. والله الشباب تكلموا في نقطه يا ابو فرح ودي اعرج عليها. وش هي؟ تكلموا في اخلاق الشباب.